قولي لي يعني القانون يبدو انه في صالح المرأة في قضية الرؤية، قانون بيدي الست هي الحق الحضانة، بعد كده حتى اذا تزوجت بيروح تروح الحضانة لأم الأم وبعد ذلك، ولكن ايه مشاكلك بقى في الرؤية؟ تنفيذ الرؤية المكان، اولا الاماكن ما بتبقاش مهيئة، مركز شباب مش مهيئ، مش مجهز تماما ان تودي طفل يلعب فيه ويقعد يشوف باباه اللي ما شافوش طول الاسبوع ويتبسط معاه. اوكي، هو بيعمل ايه؟ اكيد ما فيش اب بيجي بنية صافية، يعني بنية ان هو هيشوف ابنه ويتبسط معاه ويعلمه حاجة كويسة ويقول له كلمة جميلة ويحكي له حكاية حلوة، لا لا ما بيعملوش كده خالص، بيبقى جاي لمجرد ان هو بيشوف الام خلاص شاف عدو اللدود. احكي لي تجربتك، يعني انت اولا بتشتغلي ايه؟ بتعملي ايه؟ لا انا مش بشتغل، انا جوزي، انا لسه مش مطلقه، انا لسه معلقه. هو رفع الرؤيه، انا كنت بودي له البنت عادي جدا وكنت بقعد تحت البيت بالساعتين استناها اما تنزل، ولقيته كم سنه؟ 6 سنين الا شهرين. لمجرد ان هو اتجوز رفع قضيه رؤيه، قال لي انا خفت انك اما تتجوزي تمنعي عني ان انا اشوف البنت. فخلاص اوكي رفع الرؤيه ونفذها، هو اعلني بيها بالتليفون، انا ما اعلنتش بالقضيه، هو قال لي بالتليفون يا مايا انا رفعت قضيه رؤيه وهنتقابل في المكان الفلاني اليوم الفلاني. جميل اوكي، رحت مره يجي مره لا، يجي يمضي ويمشي وابقى انا قاعده جوه مستنيه، هو جه قبلي مضى او جه بعدي مضى ومشي من سكات، اخرج امضي انا ماشيه بقى خلاص 3 ساعات ما جاش، ماشيه الاقيه ماضي، يا جماعه ده ماضي، اما هو جه مضى ومشي، حقه كده؟ حقه، حتى لو ما شافش البنت. حتى لو ما شافش البنت. طب ليه غير المكان؟ ليه المكان ما بقاش البيت؟ يعني مثلا ما بقاش انك بتودي له البنت البيت وتقعد معاه كذا ساعة وتقعد مع العيلة، انا بتعمد اوديها تقعد مع عيلتها تتعرف على جدها جدتها عمها عمتها. حتى لو مرات ابوها ايه المشكلة؟ ما فيش مشاكل، بس ما تقولهاش حاجة تأذيها، ما تحطهاش في موقف انك انت تقول لها انا دي بدل مامي عشان دي احسن من مامي، لا انا مش يعني اوكي اتعامل واتفقنا على كده وكنت بوديها وخلاص بقعد استنى تحت البيت لحد ما البنت تنزل. بس هو ما اتجوز خلاص ما كانش في حالة ثقة ان انا ما اعرف ان هو اتجوز، ممكن امنع بقى فبيضمن حقه بالقضية ديت. طب نفذ القضية، بتبقى كيدية، معظم الابهات، مش هعمم واقول لك كل الابهات، بس معظم الابهات دي قضية كيدية بالنسبة لهم، يعني قضية يعني كيدية عشان يقدرك عشان ينكد عليكي. بالظبط، انت شوفينا واحنا قاعدين هناك، احنا فعلا قاعدين متقدرين، 3 ساعات حر لو في الصيف، 3 ساعات في المطرة تنزل عليكي، انت قاعدة، انت ما ينفعش تمشي، انت ممكن يجي في اي لحظة وانت مش موجودة ويبقى جاي بعديكي، بس جه هو جه انت اللي مشيتي، انا المفروض اروح افضل قاعدة 3 ساعات. انت مستنية. لو عايزه القانون يتغير عايزه الرؤيه دي تبقى عامله ازاي؟ الرؤيه دي يعني تبقى عادله شويه، انت حس ان الام اللي بتروح ديت انت ما بتدفعش نفقه لاطفالك، في انا جوزي ما كانش بيدفع نفقه لبنته وكنت بروح انفذ الرؤيه، انا لسه واخده النفقه من اقل من سنه كنت بروح انفذ الرؤيه، بتيجي بتقعد ما بتقولش حاجه مفيده، مشكلته انا عايزه اقعد معاها ترابيزه لوحدي، قعدت سبته قعد معاها ترابيزه لوحده وسمعت الكلام اللي ما ينفعش يقوله، انا بحاول اجمل شكلك وبروزك زي. كاب مثالي، مامي دي وحشه جدا يا كوكي، بيقول للبنت قدامك كده وانا قاعده وسامعه، لدرجه ان في ام واحده جده هناك قامت زعقت له، انت ايه اللي انت بتقوله لبنتك ده؟ انت مش حرام وانت ازاي ساكته له؟ قلت لها ما هو انا هقول وهو هيقول، هي هتستحمل مين فينا؟ تستحملنا ازاي كده؟ فلازم افضل ساكته. قالت له انت مش انسان، انت مش اب، انت مش حاسس، انت البنت قاعده بصلك مصدومه منك، ازاي بتقول لها كده؟ مامي دي وحشه، مامي دي خدتك وبعدت عني، مامي انا قاعد في فيلا جميله مش تيجي تقعدي معايا. اما خلف قلت له طب يعني البنات عايز البنات يشوفوا بعض، قلت له خلاص هاتها هنا، قال لي لا انا ما اجيبش بنتي المكان ده. طب وانا بنتي جات المكان ده عايز، لا انت اللي عملتي كده في بنتك وجبتيها هنا خلاص، انا بنتي لا ما اجيش ما اجيش ما اجيش الاماكن دي خالص، تيجي تشوفي المشاكل والصراعات اللي هنا خلاص هعمل ايه؟